مساء الخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صوص التوفي، صوص جميل جدا وسهل جدا حتى للي ما جربوش قبل كده، ان شاء الله هيعمله بكل سهولة. حلو جدا في تزيين الحلويات، في الكيكات، في الترت. تعالوا بقى نتعرف على الطريقة هنعملها ازاي. في البداية كده انا هنزل بكوباية لربع من السكر، عليها معلقتين من المية، وللي حابب يكرمل السكر من غير اي مية مفيش مشكلة، انا بس عشان اضمن ان السكر يشتغل معايا بسرعة ويبدأ يسيح. على نار هادية في الأول، ما نعليش النار علشان السكر ما يتحرقش، وما نقلبش خالص في البداية يا جماعة، يعني بأي معلقة أو أي حاجة، لأن هتلاحظوا أن السكر بدأ يلزق منكم ويعمل حبيبات. أنا بقلب بالطاسة نفسها بدون ما استخدم أي معلقة ولا سباتيولا ولا أي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده هفضل أقلب السكر شوية بشوية لحد ما يبدأ يسيح معايا كله، وكل الحبيبات دي تختفي. خلاص صح كل السكر معايا واداني اللون البني الجميل ده، اللون الرائع، لون حلو جدا. وزي ما انتوا شايفين كده مفيش ولا اي بقايا للسكر باقيه، كله سايح معايا وبقى جميل. هنزل بقى في المرحله دي عليه بكوبايه ميه سخنه. معلش طبعا هتلاحظوا الاول ان الدنيا هتقفش كده وهيحصل تكتلات وخناقه جامده، لكن ما تقلقوش دي بتفك على طول مع التقليب. يعني اول ما نبدا نقلبها شوية بشوية كده كل التكتلات اللي حصلت دي هتدوب وهتتفكك وهيبقى سائل شفاف زي ما انتوا شايفينه، جميل جدا. الموضوع بس محتاج ايه، يعني نار هادية وتقليب باستمرار. بعد كده هجيب كوباية الا ربع من اللبن وهحط عليها معلقتين كبار من النشا، دي مادة الربط اللي هنكون بيها قوام الصوص النهائي. هقلب بقى النشا كويس جدا في لبن ويكون بارد طبعا عشان ما يكتلش منكم. وبعد كده هنزل بكوباية اللبن دي على الصوص، هو لسه على النار بس انا مهديه تحت النار تماما. هدوب النشا كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي قطع فيه، وهنزل واحده واحده كده بقى باللبن ده وابدا اقلب بالظبط زي ما تكونوا بتعملوا مهلبيه او بشاميل، لحد ما يبدا يربط معانا القوام ويدينا قوام هيفي شويه كده زي الكريمه، يبقى الصوص معانا ناجح وخطواته ماشيه مظبوطه جدا. افضل اقلب بقى على طول، يعني ما تشيلوش ايديكم من الصوص علشان النشا ما يكلكعش ويعمل كتل او يشيط. واحده واحده كده على نار هاديه هتلاحظوا ان الصوص بدا يسخن تاني، وطبعا اللبن بيكون براده شويه لكن مع التقليب المستمر بيرجع يسخن تاني ويبدا يتقل. اما احس انه سخن وبدا يطلع الدخان ده هديله بقى شويه فانيليا، يعني ربع معلقه من الفانيليا السايله، وهقلب طبعا عشان تنكه الصوص وتديله ريحة جامدة جدا ورائعة. وهقلب بقى لحد ما احس انه بدأ يتقل. هضيف اخر حاجة هي قطعة من الزبدة، وللي حابب بقى يدلع الصوص اكتر يقدر يحط علبة، نص علبة من القشطة، طبعا بتضيف له اضافة جامدة جدا، او تعملوه بس بقطعة من الزبدة برضو هيديكوا نتيجة رائعة. يعني المتوفر عندك هتقدري تشتغلي بيه وفي النهايه هتكون النتيجه ممتازه. هقلب قطعه الزبده زي ما انتم شايفين القوام رائع، وخدوا بالكم ان احنا لما بنسيبه بيبرد وبيتقل اكتر، يعني هنشيله في الثلاجه فهتلاحظوا انه تقل. لو حبيتوا تستخدموه بتخرجوه بره من الثلاجه وتسيبوه في درجه حراره المطبخ، بيرجع قوامه ممتاز ومعتدل تاني زي الاول. ده بعد ما برد وبعد ما خرجته من الثلاجه، ما شاء الله تماسك وجميل جدا. طبعا هو لونه غامق بس يمكن ظهر لكم في الكاميرا افتح شويه، بس هو لونه اغمق من كده. جميل جدا، عايزاكم تجربوه ان شاء الله وتستخدموه في الحلويات وفي الكيكات. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، هتوحشوني جدا. استودعكم الله، السلام عليكم.